تظاهرة ترفع علم الثورة السورية وتردد شعارات تنادي بدولة مدنية ديمقراطية، وعلى الطرف الآخر من الشارع تظاهرة أخرى ترفع الأعلام السوداء الخاصة بالإسلاميين وتنادي بدولة إسلامية. يشهد حي بستان القصر في حلب أسبوعيا هذه التظاهرات التي تشترك بأنها تطالب بإسقاط النظام السوري، لكنها تختلف على شكل دولة ما بعد الأسد. فالبعض يرى أن المستقبل الأفضل للدولة الإسلامية التي تصون حقوق جميع فئات المجتمع. بس الشباب هنيك عبروحوا مظاهرتهم بس بدون إسقاط النظام، نحن منا دولة إسلامية. بينما يرفض الليبراليون هذا الطرح باعتبار أن الثورة اندلعت منذ البداية للمطالبة بإسقاط النظام وإقامة دولة مدنية ديمقراطية. هذا الإشكال صاير أنه في شباب أطالبوا خلافات إسلامية. نحن ما عم بهالشيء. أغلبية الشعب السوري مسلم، حقهم هالشيء هذا، بس نحن أساس طلعتنا أول طلعتنا طلعنا ضد شيء اسمه ظلم وإسقاط النظام. يتحدث ناشطون عن عدة صدامات حصلت خلال هذه التظاهرات، تخللها اعتقالات مثيرة للجدل في صفوف بعض منتقدي الجيش الحر أو الفصائل المحسوبة عليه في حلب، رغم إشارة الناشطين في الوقت نفسه إلى أن هذه الصدامات لم تتحول بعد إلى ظاهرة، خصوصا أن المعارضة لا تملك رؤية واضحة أو موحدة بشأن طبيعة المستقبل الذي ينتظر البلاد، ولا ما إذا كانت ستشهد نظاما ديمقراطيا ليبراليا أم أنها ستصبح جمهورية إسلامية كما تنادي بعض فصائل المعارضة. ماريا شحادة، العربية.